تعد القهوة عنصراً أساسياً في حياتنا اليومية، وهي عبارة عن مشروب يتم تصنيعه من حبوب البن، وهي أحد أكثر المشروبات شعبية واستهلاكاً حول العالم. شجيرات البن ذات أوراق دائمة الخضرة تنتج ثماراً حمراء أو أرجوانية أو صفراء تسمى كرز القهوة. بعد نضوج ثمرات شجر القهوة وحصادها، تمر الحبوب بمراحل عديدة، بدءا من قطف حبات الكرز ثم فرزها وتجفيفها ومن ثم استخراج حبات البن. يلي ذلك المرحلة الأساسية وهي التحميص، والتي تعمل على تطوير نكهة القهوة. تعد المخا هي الموطن الرئيس لتصدير القهوة منذ القرن 15 الميلادي، ويعزى تاريخ القهوة السوداء إلى إثيوبيا، ومن هناك انتشرت القهوة السوداء إلى البلاد العربية ومن ثم إلى باقي أنحاء العالم، وأصبحت القهوة السوداء مشروباً شهيراً ومحبوباً في جميع أنحاء العالم بفضل طعمها الفريد ورائحتها الغنية. هناك العديد من أنواع القهوة المميزة، من بينها قهوة الأرابيكا التي تتميز بنكهتها الحلوة والمتوازنة كذلك، وقهوة الريبوستا بنكهتها القوية والمركزة. تنتج لنا قهوة الأرابيكا من البن الخولاني الذي يتميز بحباته الصغيرة ورائحته المميزة ومذاقه الرائع، ويعد من أجود أنواع الحبوب لصنع القهوة السعودية المميزة. مشروب القهوة السعودية يعتبر جزءاً لا يتجزأ من ثقافتنا العربية التي تعكس تاريخ وثقافة المنطقة. تتم زراعتها في منطقة جازان والمناطق الجنوبية، وتتميز بأنها أكثر حلاوة وأقل حموضة من حبوب البن العادية. تؤثر الأنواع وكذلك مكان نموها والأصناف الموجودة في نبات القهوة على مذاقها وكمية الكافيين التي تحتوي عليها، وتتميز كل منطقة في السعودية بطريقة صنعها. فقهوة منطقة نجد يضاف إليها الهيل والزعفران، أما أهل الجنوب فيضيفون إليها القرنفل والزنجبيل، بينما يكتفي سكان المنطقة الغربية بالبن والهيل فقط. تحتل مكانة خاصة في المجتمع السعودي، فهي أهم عناصر الضيافة السعودية، إذ تكاد لا تخلو أي مناسبة منها لارتباطها بالعادات والتقاليد، وتعد رمزاً من رموز الجود والكرم.